العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب الغرباء يا قتيل العدا يا مسلوب العمامة والردا يا أبا الشهداء يا مظلوم كربلاء لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين صلوا على محمد وآل محمد التحرش الجنسي أسباب وعلاج. هذا هو عنوان حديثنا هذه الليلة أيها الأحبة، ولا يفوتنا أن ننبه بعدة تنبيهات لكي نتجاوز بعض الإشكالات التي تحيط بالعنوان. عنوان حساس ويعالج قضية حساسة. هذه القضية لو تكون منتشرة في أي مجتمع من المجتمعات فإن هذه المجتمعات تتفكك، تضعف، تخترق. لذلك نحن نريد أن نضع هذه القضية نصب عينينا، ونحاول أن نصل عبر معرفة أسبابها وطرق علاجها إلى حصانة للمجتمع بحيث أنها ما تكون موجودة فيه. وهذا يقودنا إلى تنبيه رقم واحد. أنا لما أجي أتكلم عن التحرش الجنسي أنا مو جاي أغسل أو أنشر غسيلنا على مرأة ومسمع من الناس، وإنما أنا أتكلم لإيجاد نوع من الوقاية ونوع من العلاج لو حصل ذلك. لو حصل تحرش، لو حصل اعتداء جنسي، فأنا أعرف طريقة العلاج، وأنا أتمنى أن لا يحصل. لذلك نحن في الإسلام حينما نتعامل مع كل قضايا تتعلق بالجنس إنما نتعامل معها بأسلوب الوقاية أولا. فالكلام حول هذا الموضوع إنما هو كلام من قبيل الوقاية والعلاج، لا من قبيل نشر الغسيل. لأن ممكن واحد يجي ويقول إلي هذا الكلام اللي أنت تقوله قد يعتبر نشر الغسيل، وهذا أمر مو طيب، والستر أفضل، وعدم الكلام في مثل هذه القضايا أفضل. يقول أنا مو قاعد أنشر الغسيل، أنا قاعد أتكلم عن وقاية. والإسلام في كل جوانبه حينما يتعامل مع قضايا حساسة يتعامل معها على أساس القضايا في بادئ الأمر. هذا أول تنبيه. التنبيه الثاني أن الكلام اللي راح نتكلم فيه راح يكون على أساس رصين من دراسات ومن رؤية إسلامية. يعني إحنا لما نجي الآن نتكلم أساسنا في أساس الكلام اللي راح نطرحه مجموعة من الدراسات على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الوطن الإسلامي وعلى مستوى الوطن اللي احنا نعيش فيه على مستوى البلد. ومن خلال هذه الدراسات راح نفهم الوضع اللي احنا نعيشه والموقع اللي احنا موجودين فيه، وراح ننطلق منه إلى إيجاد الحلول المطلوبة والعلاجات المطلوبة.
ثلاثة، وهذا تقدم الكلام فيه، أن الإسلام حينما يتعامل مع القضايا الحساسة خصوصا القضايا الجنسية فهو يتعامل معها بأسلوب الوقاية، يتعامل معها بأسلوب الوقاية، وهذا راح يصير واضح لما نجي نتكلم في العلاجات. عقب هذه التنبيهات أروح إلى التعريف، ما هو التحرش الجنسي؟ ما هو تعريف التحرش الجنسي؟ وحقيقة أنا حاولت أختصر التعريف، التعريف طويل جدا، التعريف طويل جدا، ولكن يحتوي على هذه المفردات: كل قول، كل فعل، كل حركة ذات طابع جنسي يراد منها انتهاك خصوصية الشخص الآخر، سواء كان الشخص الآخر مماثل للجنس أو مخالف إليه. وهذه هذا الانتهاك بقصد إهانته، سلب أمانه، تخويفه، عدم احترامه أو الإساءة إليه. يعني كل فعل، كل قول، كل حركة، كل فعل، كل قول، كل حركة ذات طابع جنسي، هذه تنتهك خصوصية شخص ما مماثل أو مخالف في الجنس، مماثل أو مخالف في الجنس، يراد منها انتهاك خصوصيته بما يسبب له عدم أمان، بما يسبب له خوف، بما يسبب له إساءة، بما يسبب له عدم احترام، إلى حد أنه بعض التعريفات، طبعا هذا التعريف وبعدين يخلون سلسلة من الأمور كأمثلة، بعض التعاريف تعتقد حتى التصفير بقصد جنسي يعتبر تحرش جنسي، مو بس الكلام، مو بس الفعل، حتى التصفير، حتى التصفير، لو واحد صفر بقصد جنسي يعتبر هذا تحرش جنسي، لو أنه واحد رأى مرأة جميلة وصفر هذا تحرش جنسي يعتبر ويعقب عليه القانون. نعم أحسن، حتى الهرن. فبعض الأمور تصل إلى هذا المستوى في القانون الأمريكي، حتى يعني وصل الحال في تعديد الأمور وتعديل الكلمات وتعديل الأمور إلى أن حالة تندر عند الرجال، بحيث أنهم يقولون إحنا نخاف أن إذا تنفسنا تعتقدون أن هذا التنفس تحرش جنسي. ليش؟ لأنه مبتلين هم أكثر باعتبار جو منفتح وحرية مطلقة وإلى آخره، مبتلين بشكل أكبر بإثارة للغرائز الجنسية، بحيث أن الواحد يحس أنه لابد أنه يفرغها بطريقة ما، فإذا ما فرغها بالطريقة الصحيحة، وعادة ما لا تفرغ بالطريقة الصحيحة، يفرغها عن طريق هذا الأمر، عن طريق التحرش. فهذا هو تعريف التحرش الجنسي. من هم أكثر المتعرضين للتحرش الجنسي؟ أول فئة تتعرض بشكل كبير إلى التحرش الجنسي هم النساء. النساء يتعرضن إلى التحرش الجنسي بشكل كبير جدا. ولما حين بجي أقول لكم الدراسات، فعلا يعني أنت تشوف من وراء الدراسات هذا شيء مخيف، أو أن شيء غريب، شيء غريب جدا، خصوصا أن أنا اخترت من الدراسات الدول الإسلامية، موجود في يسمون استراليا، وموجود في الأرجنتين والبرازيل، ما لي دخل بيهم، لكن الدول الإسلامية، أجي مثلا إلى دراسة صارت 2013 في مصر، الدراسة هذه تقول أن 99% من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي، 99%، مو رقم بسيط، يعني تقريبا 100% يتعرضن إلى التحرش الجنسي، سواء بالكلام سواء بالفعل. في المغرب
دراسة 2009 تقول أن 63% من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي. في باكستان دولة إسلامية 96% من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي. في الجارة العزيزة 80% من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي. مو هاي الجارة العزيزة. وأكثر الأعمار هم من 18 إلى 48. الدراسة هي 2014. تركيا 93% يتعرضن فيها إلى التحرش الجنسي من النساء، هي دراسة 2012. اليمن دراسة 2009 70% من النساء يتعرضن إلى التحرش الجنسي. غريب غريب إيه غريب. أنت تقرأ هاي الدراسات وتحط يدك على رأسك، شنو معه وشنو اللي قاعد يصير؟ هذا فيما يتعلق بالنساء. الفئتين الأخرتين الأخريتين اللتين يتعرضن أيضا إلى التحرشات الجنسية بشكل أكثر هم الأطفال والمراهقين. إحنا عندنا أنه التعرض النساء للتحرش الجنسي قليل، أو خلني أكون أكثر موضوعية، ما موجود دراسة، لأنه عندنا إحنا مجتمع محافظ شوي ومجتمع إيماني، فهذه الأمور تكاد تكون معدومة، أو أنه ما موجود دراسة توصل إلي فعلا الواقع بأي طريقة. أنا سويت دراسة، هي الدراسة سويتها العام، وسألنا فيها سؤال: كم عمرك حينما تعرضت إلى التحرش الجنسي؟ أكثرهم جاوبوا بين 6 سنوات و18 سنة. يعني أكثرهم تعرضوا إلى التحرش الجنسي بين 6 سنوات و18 سنة. 6 سنوات و18 سنة يطلع لي هذين الفئتين، أطفال ومراهقين. أنت تسأل ليش هاي الفئتين هم الأكثر تعرض إلى التحرشات الجنسية؟ رقم واحد، لأنهم ضعاف. ضعاف الطفل والمراهق غير المدعوم من خلال أسرة. عقب شوي بأبين هذا الكلام. المراهق غير المدعوم من خلال أسرة، والطفل الصغير ضعيف، ممكن إن أنا أتغلب عليه وأعتدي عليه بشكل جنسي أو أتحرش فيه بشكل جنسي. أيضا لعدم معرفتهم، وكثير كثير كثير من الأطفال يتعرضون لتحرشات جنسية من يكبرونهم وهم لا يدرون أنهم الآن يتعرضون لتحرش. يعني يجي لهذا الكبير، المس هذا المكان، قول هذه الكلمة، سو هي الحركة كذا، هو ما يدري أن هذا اللي قاعد يسويه يعتبر تحرش ويعتبر انتهاك جنسي. قاعد هو الآن يتعرض إلى هذا الانتهاك فهو ما يدري، إضافة إلى ثقتهم في الآخرين. وعشان كذي كثير من العلاجات المطروحة في مدارس علم النفس أنه لا تدع أبنائك يتكلمون مع الغرباء، لا تدع أبنائك يركبون مع الغرباء، لا تدع أبنائك يسمونه في خلوة مع الغرباء. ليش؟ لأن عادة الأطفال والمراهقين في سن مبكرة في 14 و15 أنهم يعطون ثقتهم إلى الآخرين، وإذا أعطى ثقته إلى الآخرين يعتبر أن هذا اللي قاعد يسويه شيء عادي، فيتعرض باعتبار أعطاء ثقته إلى الآخرين. إضافة إلى السبب الأخير وهو عدم الخوف منهم. صغير وش بيسوي؟ وش بيسوي؟ خصوصا إذا تعرض إلى التهديد أثناء تعرضه إلى الانتهاك أو الاعتداء أو التحرش. جاء إلى هدد: إذا قلت إلى أبوك، إذا قلت إلى فلان، إذا قلت لأحد، إذا اشتكيت إلى كذا، فيخاف. الخوف عنده أكبر. إذا خاف يقدر هو أنه ينتهك خصوصيته وينتهك عرضه جنسيا. ما هي الأسباب؟
أول سبب هو عدم التربية والثقافة الدينية. أيها الأحبة، أقولها وأنا يسمونه من كل قلبي، لو أننا نلتزم بالتربية الإسلامية بشكل صحيح سوف تنعدم من خلال ذلك كل أمراض النفسية والجسدية وكل الأمراض الاجتماعية من مجتمعاتنا. بس تربية إسلامية صحيحة، بس ثقافة إسلامية صحيحة، وهذا يلقي بمسؤولية على الآباء وعلى المراكز التعليمية. لأن أنا أحتاج في المراكز التعليمية مثل ما أمس قلنا أن أنا أدخل نوع من المعرفة في هذا الجانب وأربطه بالدين وأربطه بالتربية الإسلامية الصحيحة. أنا أجي إلى كل الأديان أشوف أن كل الأديان تخالف وتعارض ولا تقول بوجود علاقة ثنائية بين أفراد الجنس الواحد أو بين أفراد الجنسين خارج إطار الزواج. ما موجود دين سماوي يحل علاقة من هذا النوع، وكل الأديان السماوية أيضا تحترم المرأة وتعطي المرأة دورها وتعطي المرأة مقامها وتعطي المرأة مكانتها. كل الأديان، ممكن واحد من اللي يسمعني أو جماعة من اللي يسمعوني أو النساء في البث المباشر أو في أماكنهم يسمعوني يقولون لي أنت ما تقول كلام صحيح، هذا مو الكلام الحقيقي، إحنا نعيش هذا واقعنا، ما موجود للمرأة أي احترام، ما موجود إلى المرأة أي مكانة، وتعتبر المرأة مثل السلعة. أنا أقول في فرق بين ما يقوله الإسلام وأعطاء الإسلام إلى المكانة العالية للمرأة وبين التطبيق. التطبيق هو أن المجتمع لا يعطي للمرأة قيمتها، المجتمع هو المسؤول مو الدين هو المسؤول. إضافة إلى أنتم أيتها النساء، أنتين إذا تعاملتين مع نفسك على أساس أننا سلعة، سلعة يعني فيها مساومة، هذا الأمر يخلي الناس تطالع وتخليش في مكان السلعة ويتعاملوا ياش على أساس أن سلعة وعلى أساس أن أنت بضاعة. الإسلام يشدد على التربية السليمة من الصغر. إحنا إسلاميا تبتدي التربية عندنا من تخيروني نطفكم، مو أول شيء يجي الولد بعدين يقول لك تعال ربه، من البداية إسلاميا من بداية تعال اختار وعاء وزوجة صالحة متدينة، هذه سوف تكون مربية إلى أبنائك. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، أو أن الخال أحد الضجيعين. تربية من البداية، أنا ليش أختار امرأة مناسبة متدينة؟ لأنها راح تصير أم أولادي. وبعد ذلك إذا جاء الولد يجي عملية المنظومة الإسلامية في التربية 7+7+7، اتركه 7، علمه 7، أو أدبه 7، وصاحبه 7. إذا هذه المنظومة ما تحركت راح يصير في مشكلة، التربية الإسلامية ما صارت بالشكل الصحيح. الإسلام والتدين مانع، لأنه يصنع عند الإنسان نوع من المناعة من الانزلاق في هذه الأماكن. لكن إذا واحد ما ربى وما اتخذ الإسلام طريق للتربية ما راح يصير موجود مانع عند الأبناء، وما راح يصير عندهم حصانة ذاتية، وبالتالي ممكن أنهم ينزلقون في هذه المزالق. إضافة إلى أن الإسلام دائما ما يضع الضوابط ويضع الحلول. فأول سبب هو عدم التربية والثقافة الإسلامية. ثاني سبب من أسباب شياع ووجود التحرشات الجنسية التفكك الأسري. كل أسرة متفككة سوف تنتج أبناء
هؤلاء الأبناء سوف يكونون قنابل موجودة في المجتمع. لذلك احنا في الإسلام نقول الطلاق آخر الحلول، أبغض الحلال. ساعات عندنا طلاق فعلي اللي هو انفصال بين الرجل وزوجته، وعندنا طلاق عاطفي. عندنا طلاق عاطفي. الطلاق الفعلي أن يقول لزوجته أنت طالق، والطلاق العاطفي أن يعيش الرجل مع زوجته مع عدم وجود علاقة بينهم، يعيشون في بيت واحد لكن ما موجود أي نوع من العلاقة، ما موجود أي نوع من العاطفة بينهم. الأبناء يتحسسون هذا الأمر، يحس أن داخل بيته ما موجود استقرار، ما موجود حضن، ما موجود دفء، ما موجود حنان، وهذا سوف يجعل الطفل والشاب والطفلة والشابة في معرض الانزلاق في التحرشات الجنسية. إما أن يكون صيدا سهلا لهؤلاء المعتدين، أو أنه نفسه يكون معتدي، هو نفسه يكون متحرش. وجود المشاكل الكثيرة داخل البيت، بيت مليء بالمشاكل، يدخل الطفل داخل البيت مشكلة، يطلع مشكلة، ماكو يوم ما يشوف أبوه وأمه مشابقين. هذا البيت ما موجود داخله أي نوع من الاستقرار. وإذا كان ما موجود داخله أي نوع من الاستقرار، هو يحس ويصير عنده نزعة من الغضب، ومحاولة إلى الانتقام من كل ما يخالف الجو اللي هو يعيشه. يعني شنو؟ يعني إذا هو كان يعيش جو مشكل، مشاكل دائما، مشاكل دائما، مشاكل داخل البيت، يجي في المجتمع يشوف والجيران ماكو مشاكل داخل بيتهم، ويشوف هو يا أخوانه ممتازين وعايشين كذا، ويشوف كل المجتمع بنفس الطريقة، يجي يقول ليش أنا بيتنك دائما في مشاكل، وليش هؤلاء ما يعيشون المشاكل؟ يحس بمشاعر غضب فينتقم من المجتمع، ينتقم من المجتمع. أو أنه يصير عنده نزعة للاستقواء، هذا اللي نسميه التنمر. طفل يتنمر على الآخرين، في بعض أنواع التنمر أن كله يضربهم، يسرق أموالهم، يأخذ أكلهم، في نوع من التنمر الجنسي، يضربه بصورة يخليه كأنما هو في يده، ويستلذ بممارسة بعض التحرشات الجنسية معه، لأننا قوي، عندي سلطة، وهذه السلطة تنعكس على الأبناء، يصير عنده تنمر في هذا الجانب. هذا جانب. ساعات لا، ساعات يصير عنده شيء آخر، أنه باعتبار كثرة المشاكل داخل البيت، وباعتبار الطلاق العاطفي داخل البيت، وباعتبار عدم وجود الحب داخل البيت، يحس أنه مو محبوب، فينبي يحس بالحب، ينبي يحس بالتقبل. شي يسوي؟ يروح يبحث عن الحب والتقبل عند الآخرين، إلى حد يصل به أنه مو مشكلة أن أقدم عرضي إليهم، أقدم نفسي إليهم. هذا أكثر شيء يصير عند البنات، هذا أكثر شيء يصير عند البنات، أنها تريد أن تكون متقبلة، تريد تصير محبوبة، تحصل كلمة حب، تحصل كلمة عطف، تحصل حنان، تروح تعرض نفسها في الانستغرام، تعرض نفسها في الواتساب، في مواقع التواصل، تعرض نفسها في الطريق رايحة جاية، تنبي واحد يعطيها وجه، تنبي واحد يسمونه يتحرش بها، عشان هي تقدم نفسها، هو الحين قاعدة هي تقدم نفسها بس عشان تشعر بالرضا عن نفسها. هي ما تبي تحصل هذا الجو، ما تبي تعيش هذا الجو، لكن إذا كان معنى ذلك أن أتقبل مو مشكلة. ويجون هؤلاء الذئاب، ويجون هؤلاء المنتهكين، وينتهكون خصوصيتها، وينتهكون عرض العائلة، ويتعدون عليها بصورة كبيرة. أنا ما أريد أضرب أمثلة، وإلا فالأمثلة كثيرة.
هذا فضلا عن أن يكون الأب نفسه منحرف جنسيا. أب يشاهد أفلام خلاعية، أب عنده علاقات محرمة، أب هو نفسه يمارس نوع من الشذوذ الجنسي، أب هو نفسه يمارس علاقات جنسية خارج إطار الزواج. في آباء يحسبون أن أبنائهم ما يعرفون، يحسبون أن أبنائهم ما يفهمون. يكتشف الابن بصورة أو بأخرى، بطريقة أو بأخرى، فإما أنه يحس بثقل المسؤولية عليه، أو أنه يسير في ركاب أبيه. وإذا كان رب البيت بالطبل مولع فما شيمة أهل البيت إلا الرقص. فإذا أيها الأحبة، هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث وهو العوامل الاجتماعية. من ضمن العوامل الاجتماعية النظر إلى القضايا المتعلقة بالجنس على أنها إما عيب أو تناولها بصورة من السخرية الكبيرة. يجي المجتمع شلون يطالع القضية الجنسية؟ يطالعها على أنها عيب، فيحوطها بكثير من الأسوار وكثير من الألغاز، بحيث أن ما أحد يقدر أنه يفهم شنو يعني جنس. ما موجود تربية جنسية، هذا أمس تكلمنا فيه، يجعلها على أساس أنها عيب، أو أن يتعامل المجتمع مع القضية الجنسية على أساس مسخرة وعلى أساس هابط. يجون يتجمعون الناس في المجلس، في الجلسة، في أي مكان، وش يتكلمون؟ يتكلمون بهذه اللغة، ويتكلمون بهذه الطريقة، وإيحاءات جنسية واضحة بطريقة كلش مخلة. صعب أنه تطلع من ناس محترمين، وصعب أنه تطلع من ناس يخشون عاقبتهم. وأمس احنا قلنا أن في عندنا كثير من كبار السن إذا جاء يمزح ويا الشباب، يمزح وياهم بهذه الطريقة على أساس جنسي. احنا عندنا أن مو قلنا أمس لا تحرقون المراحل وخلوا المرحلة مالت الطفولة بدون أن توقف الغرائز الجنسية فيها؟ يجي هذا الكبير ويمزح ويا هذه المزحات، أيقظ هذه الغرائز عنده. أوقظت مبكرا، لأن أوقظت مبكرا شنو اللي يصير؟ اللي يصير أن هذا بيدخل في عرض البحر هذا العظيم وهو لا يجيد السباحة. وش يسوي؟ وش يسوي؟ إما أنه يصير عنده انحراف جنسي، يمارس عادة سرية، يمارس لواط والعياذ بالله، يمارس زنا، أو أنه يتغربلون به الناس، تحرش ورا تحرش ورا تحرش ورا تحرش. وهني لابد أن احنا نصير واضحين في قضية التربية الجنسية. أمس تكلمنا في هذا الأمر. اثنين، من ضمن العوامل الاجتماعية التعقيدات التي تطال الحلول المفروض أن تكون سهلة، وهذا أمس طرحناه. لما نعقد قضية الزواج، لما نعقد قضية الزواج وهي سهلة إسلاميا، وتصير بهذه الصعوبة، ونأخر سن الزواج وما نخلي الزواج المبكر موجود، شنو اللي يصير؟ اللي يصير هو هذا، أن هذا يصير مشحون في غريزته، وما موجود طريق لكي يفرغ هذه الغريزة، فيذهب إلى التحرشات الجنسية. أعقد هذا الطريق، إما أني أنا عقده، أو أن أنا أنظر إلى بعض الحلول على أساس أنها عيب، وأنظر إلى بعض الحلول على أساس أنها أمور الذي يقوم بها شبيه بمن يزني. حلال، ما بصرح أنتم فهموا، حلال، أمر حلال ينظر له الناس إذا قام به الإنسان على أنه زاني. وش يسوي؟ أنا محتاج لهذا الأمر،
وظروفي كامل بهذه الطريقة. إذا سويت هذا الأمر واتخذته الناس كامل بينظرون إليك نظرة صار الحلال عزيز، صار الحلال عزيز. ولو أن هذا الإنسان قام بفعل تحرش جنسيا أو قام بمحرم في هذا النطاق ينظرون إليه على أنه إيش يسوي بعد في روحه، ما في لها الطريق زين الحلال. لا لا داك عيب اللي يسويه. طبعا عند يسمون مجمل الرجال على أساس أنه يعتبر عيب وشوي يساوق الزنا، عند النساء خيانة وعند النساء إجرام وعند النساء خلها على الله. فإذا احنا عقدنا في هذا الجانب، عندنا الجانب الثاني اللي هو المحرم فاتح باعه وكل واحد بيحضنه كامل. ابتسمتون يعني فهمتون المقصود. النظر إلى المرأة على أساس أنها سلعة، هذه من ضمن الأمور الاجتماعية أنه ينظر شلون أنه سلعة. يجي واحد هذا يريد أنه يتزوج، يقعد ويا أبو المرأة يتعامل ويا بنت على أنه سلعة. ها كم آخر؟ شنو كم آخر؟ أنت وش بتأخذ؟ تأخذ إنسانة تعامل وياها على أساس أنه على أنها إنسانة مي سلعة. والله مهرها 1500، زين آخر كم؟ يلا هكو جارك عاطلنا 1300، خلنا نخلص وياك على 1000. تتعامل ويا المرأة على أساس أنها سلعة، حرام والله. إحنا الإسلام نتعامل مع المرأة على أساس أنها كيان مقدس، كفاية من جنسهن فاطمة الزهراء عليه السلام. هذه بعض الأسباب. أروح إلى الحلول بشكل سريع. عندي أول حل، وهو أنه لابد أن أؤكد على قضية الوقائيات. ليش؟ لأن إحنا قلنا في بداية الكلام أن الإسلام في هذه الأمور لا ينتظر إلى حدوثها ثم يعطي الحل، بل أنه يعطي الوقائيات لكي لا تحدث أصلا. من ضمن الوقائيات التربية السليمة، من ضمن الوقائيات تنمية الوازع الديني، ومن ضمن الوقائيات التربية الجنسية، أمس تكلمنا في هذا الجانب، ومن ضمن الوقائيات الاستقرار الأسري، ومن ضمن الوقائيات تسهيل الحلول الإسلامية. كل هذه وقائيات. خلي هاي الوقائيات محط العمل ومكان التفعيل، وبتنحل كثير من المشاكل. مو احنا عندنا في الروايات أنه لو لم تحرم بعض الحلول لما زنى إلا شقي؟ معلش بيفهمون هالجماعة. فإذا أنا أقول إن بعض الحلول بهي الطريقة، هل يسمونه، هل معنى ذلك الاستغلال السلبي إلى مثل هذه الحلول؟ لا، دائما في ضوابط، والإسلام ما فتح هذه الحلول بدون أن يضع لها ضوابط، وإلا فأنا أكثر الناس المعارضين لها بدون ضوابط. احنا ما نريد ان يصير السالفة سايبة ويصير زنا مقنن، لا، نريد كل شيء بضوابطه الصحيحة، بضوابطه الصحيحة التي أقرها الله سبحانه وتعالى في فقهه وفي شريعته. فأول شيء نعمل على أساس الوقائيات. اثنين، انجي إلى التعامل مع المتحرش المعتدي. شنو نتعامل وياه؟ في كثير من الأحيان المجتمع إذا تعامل مع المعتدي، يتعامل معه، إذا واحد عرفنا أن هذا يتحرش تحرشات جنسية ويسوي كذا، شنو يتعامل وياه المجتمع؟ إما أن يزويه، يخليه مفضوح، لا يتعامل معه، يتعامل وياه بشكل حذر جدا، ما يخليه ينخرط في أي نشاطات ولا في فعاليات، وكل الناس يطالعونه على برد. بهي الطريقة يتعامل وياه. لكن في هذه الطريقة حتى وإن أمنا شره، إلا أننا خسرنا فرد. وإحنا عندنا إسلاميا لازم ما نخسر أحد،
يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمر عليه جنازة يهودي فيبكي، فيلتفت إليه المسلمين: يا رسول الله إنه يهودي. فقال: نفس أفلتت من يدي، أنا ما أحد يفلت من يدي. هذا إذا كان يهودي ورسول الله بكى لأنه فلت من يده، فشلون هذين أبناء مجتمعنا اللي تعرضوا إلى أسباب كثيرة قد تكون هي الأسباب التي جعلتهم يسلكون هذا المسلك؟ فلازم أن احنا نتعامل مع الجاني، خصوصا أن هذا الجاني حسب الدراسة اللي أنا قمت بها أن هذا الجاني في كثير منهم هم أنفسهم كانوا ضحايا إلى تحرشات سابقة. هو نفس الجاني نفسه ضحية إلى تحرش سابق، ولأنه ضحية جاي ينتقم فيتحرش بالآخرين. فنعرف السبب ونحاول أن احنا نعالجه. أول شيء يجب علينا الوقوف على الأسباب، شنو الشيء اللي دعاه؟ قد يكون هذا في تفكك أسري يعيشه، قد يتعرض إلى ضغط اجتماعي، قد يكون أبوه أو أمه أو العائلة اللي يعيش فيها منحلة منفلتة. فأنا أعرف شنو السبب عشان أعالجه. اثنين، عن طريق الحوار، والحوار معه. لما أجي أتحاور معه لازم أركز على بعض الأمور، وهي لابد أننا أخليه في موقف الضحية. تعال أنت لما قمت بهذا التحرش ومارست هذا الأمر، تراك أنت لابد تعيش ألم والشعور الذي عاشه الضحية الآن. الضحية الآن يشعر بألم، شوي بقوله يشعر بألم، لازم أخلي هذا الضحية يحس أن أنت السبب في هذا الألم لكي لا يعود إلى التحرش آخر مرة ثانية. اثنين، يجب أن أفند كل مبررات التحرش. ليش تحرشت؟ والله لأن أنا محتاج. ما في شيء اسمه في عندنا أنه خلاص ما دامت أنت محتاج فأنت معذور روح تحرش بالناس، لا، أو روح أتدي بالناس، لا، ما موجود عندنا هذه المبررات. مهما كانت المبررات لابد أن أنا ما أقبل بها. هذا اثنين. ثلاثة، لابد أن أنا أخليه في موقع أن يخاف من الغضب الإلهي وأن يكون متعرض. أنت الآن خليه في هذا الجو، إذا ما عاش هذا الأمر، إذا ما عاش الغضب الإلهي وما حس بأنه قام بخطأ، بيروح يعيد التحرش مرة أخرى وثانية وثالثة. أنت إذا كنت أب أو مربي تستطيع أن تقوم بذلك قم به، وإلا استعن بمتخصص، لأنه يسمونه المتخصص سوف يعرف كيف يتعامل مع هذا المتحرش والمعتدي على أساس تخصصه. أما أن أنا أقوم بهالسالفة مني ومن نفسي ما يحتاج. اثنين، بالنسبة للضحية، احنا عرفنا الآن هذا الجاني شلون نتعامل معه. التعامل مع الضحية يحتاج إلى تعامل حذر، لأنه هو في مقام الانكسار والهزيمة النفسية، هو في مقام الانكسار والهزيمة النفسية، ويحتاج إلى تعامل يبدل المشاعر السلبية الموجودة عنده بمشاعر الحنان والعطف والتقبل. ليش؟ لأن أكثر هؤلاء اللي تعرضوا إلى التحرشات الجنسية يصير عندهم شعور بعدم الثقة بالنفس وبالهزيمة النفسية، وأن احنا ما نقدر نحمي أنفسنا وإلى آخره. وهني نحتاج إلى أننا نستوعبهم، إلى أننا نحتضنهم ونعطيهم العطف والحنان اللي هم يحتاجونه. سألت سؤال في الدراسة اللي قمت بها: لما تعرضت إلى التحرش الجنسي هل أخبرت أحد والديك؟ 76% لم يخبروا آبائهم. 76 من اللي تعرضوا للتحرش ما أخبروا آبائهم. 65% لم يعتقدوا بوجود ضرورة لإخبار آبائهم. يعتقد إن أنا أخبرت أبي أو ما أخبرت أبي ما في فرق. سألنا سؤال: أبوك أو أمك جودك وقال إليك
إذا تعرضت إلى تحرش جنسي، إذا تعرضت إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر، فهمك يعني وش تحرش، فهمك يعني شنو اعتداء جنسي، أحد منهم قال إليك، إذا تعرضت تعال قول إلي. 65% أيضا قالوا لا، ما أحد خبرنا، الآباء ما قاعد يقومون بدورهم، ما يحتاج أن أنتظر لما يقع الضحية ابني وبعدين أتحرك، قبل ما يقع إلى كضحية يجب علي أن أتحرك، أحتاج إلى أن أجعله يعرف كيف يتصرف، شلون يتصرف لما يتعرض إلى التحرش الجنسي، لما يتعرض إلى كلام، لما يتعرض إلى فعل. بعضهم ينطوي على نفسه، إذا تعرض إلى تحرش ينطوي على نفسه، ينعزل، يصير بروحه، لأنه يحس أن أنا غير محمي وما أقدر أحمي نفسي، ما أحد يحميني وما أقدر أحمي نفسي، فينطوي وينعزل. لابد أن نعلمه إذا صار لك كذا لا تسكت، إذا سوى واحد لك هذه الحركة لا تسكت، إذا قال لك هاي كلمة أو كلام يتعلق بكذا وكذا وكذا بصورة مهادفة وراقية، بكلام راقي لا تسكت، تعال إلي وقول إلي، لا تخلي الأمور تمشي، مهما يكون هذا الإنسان، مهما يكون هذا الرجل، مهما يكون هذا الشخص، زميل دراسة، واحد من الحي، قريب، بعيد، مو مهم، تعال خبرني، لازم يحس أنك أنت موجود في حياته. أخيرا لابد من إدخاله في أجواء التنمية الشخصية، لازم تدخله في أجواء التنمية الشخصية والرياضية والدينية. ليش؟ لأنه إذا انزوى ممكن أن هذا الأمر يسبب إلى تعقيد نفسي، عقدة نفسية، فلا بد أنك أنت تخليه في مجالات التنمية، ترجع له ثقته بنفسه، تخليه الطاقة الموجودة عنده يفرغها في الرياضة، تخليه فرد من الأفراد الموجودين في هذه الجمعية أو في هذا المأتم أو في هذا المسجد أو في الفاعلين في هذه القرية، تحتضنه وتنمي الشأن الديني عنده. أيها الأحبة، هذا الأمر إذا صارت عنده حصانة نفسية دينية، وازع ديني، ما رح يقع ضحية إلى التحرش الجنسي أبدا. لذلك أيها الأحبة، احنا نجي نشوف أن الإمام الحسين سلام الله عليه شنو مشكلته ويا يزيد. يزيد رجل شارب الخمر، راكب الفسوق، قاتل النفس المحرمة، راكب الفجور، مثلي لا يبايع مثله، هذا مليء بالانحرافات، حتى وإن كان الثمن إلى إصلاح هذا إصلاح الدين وإصلاح الوضع، إن أنا أقدم دمي فهذا الدم سوف يكون رخيص في ذلك. والإمام الحسين يقدم تضحية بعد التضحية والتضحية بعد التضحية حتى يقدم نفسه الشريفة. تعال إلى هذا الرجل الذي كان ينام على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي كان رسول الله يكثر التقبيل فيه، وإذا بعد ذلك ينام على حر البوغاء، على هجير التراب، تصليه الشمس بأشعتها، مقطع على ذلك التراب. كل واحد أيها الأحبة لما يموت يحصل نوع من التجهيز، يحصل نوع من التكفين، من التغسيل، كل الناس يهبون إلى تجهيزه وتكفينه وتغسيله وتشيعه، ويدفن بصورة لائقة. تعال إلى أبو علي، كيف غسل بدمائه، كيف كفين، كفن بتلك البارية. يجي لي الإمام السجاد سلام الله عليه بعد يومين من تركه، 3 أيام يظل هذا الرجل ملقى على حر البوغاء، يجي إليه فيراه مقطع على البوغاء، كلما أراد أن يرفع جانب سقط جانب آخر،
وويلاه عليك يا أبا عبد الله، كلما أراد أن يجمع شيء يجي ياخذ اليد من هنا، ياخذ الخنصر من هناك، في كل مكان موجود قطعة للإمام الحسين سلام الله عليك سيدي ومولاي. لذلك نحن ننادي وويلي على المظلوم، على المظلوم وويلا، وويلي على المظلوم، على المظلوم وويلا، وويلي على المظلوم وويل، وويلي على المظلوم، على المظلوم وويل. شفنا الميت لما يموت جاله وغمضوا للعين، في جملة جميع الناس ما غير الشهيد حسين، ايدينا الميتة يسبلوها وابو علي وجمالة قطع اليدين، يعدلونا على القبلة ومن حسين يقطع الراس، وويلي على المظلوم، وويلي على المظلوم، على المظلوم لمات فتى المعزوز، ياه يصير زلزال، ناس تحفر بقبره وناس تجيب شيال، وتجهيز الشهيد حسين داس الشمر بنعال، ياه مصيبة عظمى على الشيعة وجميع الناس، وويلي على المظلوم، وويلا وويلي على المظلوم، على المظلوم حير حاله السجاد جال يدفن، والآن مد العشر بيشيله عباله الأبو ينشى، شاله وخرت الأعضاء تتساقط على الرماء، ظل فوق الترب مطروح وعلى صدره تدوس الخيل، وويلي على المظلوم، وويلي على المظلوم. والله عادة الميت يحضروا لأهله، هذا جايب ماي هذا يغسله، والله هذا جايب كفن ذاك يفصله، هذا يحفر قبر هذا ينزله، يا عادل ما جرت في كربلاء، ظل على التربان ابن
سيد الملا سمعني صوتك والله ظل على التربة يا ابن سيد الملا. أسألك اللهم وندعوك بحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا. سهل مطالبنا، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.